السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الثالث من المحاضرة رقم 5، السلايد رقم 7. يعني هو كان حاجة بسيطة جدا، أو بفكر معاك إن هو يعني بيقول لك إن ده عبارة عن discussion time. بيقول لي can you think in example، ممكن نفكر مع بعض في example، ممكن نطبق عليه إيه ال data mining. The data is too large for analysis with traditional tools. يعني عايزين نفكر في مثال كبير جدا، حتى الاناليسيس بتاعته ما ينفعش نعملها بالتراديشنال تولز العاديه. اللي هو يقصد بيها مثلا حاجات زي الكويري او اكسل اللي بعمل بيها فانكشناليتي معينه والحاجات دي كلها. طيب ايه الاكزامبلز ممكن نفكر فيها للكريدت كارد ترانزاكشنز وما له من بيج اكزامبل؟ الكريدت كارد ترانزاكشن حاليا كل الناس او معظمنا بيستخدم الكريدت كارد، سواء كان بيدفع بيدخل على الايكوميرس بروجكت عشان يدفع او يشتري حاجات اونلاين، او بيدفع فواتير نور، او يدفع فواتير كهرباء، او فواتير انترنت. فتخيل كمية الكريدت كارد او كمية الكريدت كارد ترانزاكشن اللي بتحصل يوميا لليوزر او مجموعة من اليوزرز. اوكي، لما تخيل كمية من كمية الداتا اللي هي ممكن تحصل لليوزرز أو أكتر من يوزر، تخيل بقى الحاجات دي بيعمل عليها بيحصل عليها بيحصل عليها مايننج ازاي. يعني في بعض الشركات أو بعض تعامل بعض الشركات مع بعض البنوك، بيعرف إن مجموعة اليوزر في وقت معين بيبدأوا يعملوا بيشتروا حاجات معينة، فبيبدأ تبدأ تعمل الشركات مع البنوك اوفرز علشان نقدر نجذب العميل ان هو يشتري في الوقت ده، او يشتري او يحاول يشتري اكتر من مرة. ليه؟ يعني لو دخلت حاجة زي سوق مثلا، تيجي تشتري حاجة مع سوق يقول لك لا انت لو مشترك مع البنك الفلاني هنبدأ ننزل لك مثلا، نشيل من عليك اللي هم بيسموها الدليفري فيز اللي هي خدمات التوصيل، او ان انت لو دفعت مع فلان الفلاني هنا او دفعت مع البنك الفلاني هنزلك حوالي 100 ريال او 100 جنيه من قيمة المشتريات بتاعتك. فده كله ينطبق او على كريدت كارد. ده بالعكس كمان، ده بيقدر يشوفك انت اصلا الكريدت كارد دي انت دفعت منين، سواء كنت دافع من الموبايل او ويب، بيقدر يشوف اللوكيشنز بتاعت الناس دي دافعه منين، وبناء عليها بيبدا يعمل شويه اناليت بريديكيت وشويه ديسكريبشنز عشان يقدر يوصل او يعمل شويه اناليتيك على الداتا، بحيث ان هو يقدر يستغلها ايا كان، يستغلها ان هو يزود مبيعاته او ان يبدا يبيع الداتا دي علشان يبدا ان هو يحسن برضو المبيعات بتاعته. وده برضو بياخدنا لكونسبت معين في الكريدت كارد ترانزاكشن، حاجه بيسموها الفرود ترانزاكشنز او الفرود ديتكشنز. ايه هي الفرود ديتكشنز دي؟ برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي بتحصل في الاناليسيز. هو عندنا مثلا تو بيرسون، واحد اسمه بول واحد اسمه نيكول، الاثنين عادي ممكن يشتروا حاجه من ميرشنت اسمه ماكدونالدز، او ممكن ده يشتري ميرشنت اسمه اي تي، او الاثنين ممكن يشتروا من ستاربكس، او ايا كان ممكن تشتري من وول مارت. دي ترانزاكشن اللي بتحصل على مستوى تو يوزرز. تمام، هتقول لي ما الدنيا بسيطه جدا عشان اقدر انا اجيبها بكويري معينه. لا، تعال نصعبها شويه. متخيلين بيدي لو دي كلها السيركلز كبيره دي كلها الميرشنت اللي انا حكيت ان ممكن حد يشتري منه بكريدت كارد. تخيل بقى في الليلة الكبيرة دي احنا اللي انتوا شايفينها دي، ان انا عايز اعمل مايننج، اعرف الناس شاريين مثلا من حاجة زي امازون مثلا، المشتريات في وقت معين يشتروا منه، ومحتاج ان انا ازود المبيعات بتاعتي في شهر فلاني. هل ممكن اعمل اوفرز، ولا ممكن اقلل سعر، ولا ممكن اعمل ايه؟ فكلها بفكر. فدي كلها ترانزاكشن ايه، امازون ايه. تمام، لو طلعتها بره كده تمام. فدي كلها الحاجات ان انا بفكر فيها دي كلها، شوف حاجات متداخله مع بعضها، واللي هيحل العقده اللي موجوده عندي دي هي مين؟ هي داتا مايننج، علشان اقدر ان انا اطلع منها انفو. الانفو دي ممكن اقدر ان انا استغلها، او انا اقدر استغلها في ان انا ازود مبيعات، او ممكن المشكله تقابلني قدام فاقدر احلها. انت ممكن منطقة معينة من المناطق جت في شهر لا الناس بدأت تطلب كريدت كارد، فممكن اعرف المشكلة ليه.
فتخيلوا الدنيا متشعبة لدرجة ايه. فدي بس مثال بسيط لو احنا بنتكلم عن الكريدت كارد ترانزاكشن. طيب لو هنتكلم على مثال تاني هو جينيستيك سيرش، ويقصد بجينيستيك سيرش ممكن ريسيرش ممكن احدد منها بالظبط هي الدي ان ايه اللي انا ممكن من خلالها اقدر اوصل لاحماض الوراثيه وبيسموه الحمض النووي، اللي من خلاله ممكن اعرف الصفات الوراثيه في البني ادم ده. وبالتالي لو انا عرفت الصفات الوراثيه في البني ادم اللي هو ممكن يعني نرسمه بسرعه كده، ده البني ادم تمام اللي ممكن اعرف عنه الدي ان ايه الخاص بيه اللي هو نقصد بيه اللي هو الجينيستيك سيرش. طب الدي ان ايه اللي من خلاله بقدر اعرف الصفات الوراثيه للبني ادم ده. طيب لو انا عرفت الصفات الوراثيه للبني ادم ده ممكن اعرف ايا كان مين اللي بيتشابه معاه في الصفات الوراثيه التانيين او معاه، معلش هما مجاهدين شويه، او ممكن اعرف مثلا ده دي الاولاد مثلا بتوعه، او ممكن اعرف الاجداد الراجل الموجود ده من خلال الدي ان ايه. ده كله برضه ممكن خلال ال data mining اعرف مين المتشابهين في الصفات ده ومين المتشابهين معاه بنسبة كبيرة، بحيث ان انا اقدر اعرف ده جده او تابع ليه. زي ما انت بس بيحصل عندنا في مصر بيكتشفوا مقابر للفراعنة او بيكتشفوا مقابر او موميات، بيقدروا يعرفوا ان الموميا دي راجعة لكام سنة وايه جدودها ومين ابنائها. يعني حلم، يعني I think هو داخل في كل شيء مش بس الحاجات اللي ممكن تخص الكمبيوتر ساينس. حاجة تانية من الحاجات اللي ممكن تكون عبارة عن example التليفون كولز. تخيل كم التليفونات اللي بتحصل سواء من التليفون عادي من الشبكة العادية أو من الإنترنت. وتخيل لو أنت اتكلمت من الواحد اللي اتكلم من واحد لشخص شخص لشخص تاني، وفجأة روح جاي فاتح الإنترنت ويب سايت، ايه اللي بيحصل؟ الراجل ده لما بكده الراجل ده في اي كان توبك معين ممكن يفتح ويب سايت يلاقي الكلام اللي كان بيتكلم فيه سواء عن كان على منتج معين بلاقيه فاتح في الويب سايت. تخيلوا وصلنا لدرجه ايه، تخيلوا وصلنا ان احنا متربين لدرجه ايه، ان الفويس اللي انا بتكلمه بيحصل له عامل ترانسليشنز او ان كان فويس ريكوجنيشن ومن خلاله بقدر اوصل لمعلومات معينه. وانس انت بتفتح الويب سايت او بتفتح ايا كان حاجه من حاجات السوشيال، وملاحظ اكتر في الحاجات اللي هي السوشيال. حاجه من ضمن الحاجات اللي حصلت معايا وانا بتكلم في الفون كولز وتخص شويه ديب ليرنينج حصلت معايا شخصيا، بكلم واحد صاحبي برضو جت وجبت سيره كلمه معينه. وانس ان انا جبت كلمه بلاش اقول دي عباره عن ايه، جبت ايا كان الكلمه دي ده حسيتها بيه ان الفون عندي بدا يعمل عمليه ريكوردنج للفويس اللي انا بتكلمه بين الشخص والشخص ده. مش هوضح اكتر من كده. طيب ايه السمز اللي ممكن تكون موجوده تاني؟ هي الويب كليك سيستمز. الويب كليك سيستمز اللي هي اقصد بيها انا كشخص ما بدخل على اي ويب سايت ايا كان الويب سايت ده شكله عامل ازاي، ببدا ان انا سي ادخل على حاجه زي الفيسبوك او ادخل حاجه على ابل او ايا كان تويترز، وادخل على توبكس معينه موجوده عندي في الحاجه دي. من خلال الكليكس اللي انا بعملها دي بيقدر يحصل عمليه اناليسيس اللي انا دخلتها، دخلت على ويب سايت، دخلت عليه كام مره، دخلت وشوفت ايه وتصفحت ايه والحاجات. لو دخلت مثلا على فيسبوك وعرضت منتج يجيب لك في كل الويب سايتس اللي بعديها المنتج اللي هو جبته والعروض اللي عليه والبوبلرز والريكومندد. يعني احنا متراقبين حتى في الكليك اللي ممكن تحصل، سواء انا كنت بدخل من ويب عادي او موبايل بيبدا الحاجات دي يحصل ليها عمليه ايه، عمليه اناليسيس. والاناليسيس دي نبدا يتقسموا لحاجتين هنعرفهم، وفي الاناليسيس دي في الاخر بتتحول لمجموعه انسايتس ببدا الانسايتس دي اعملها علشان اقدر ان انا افيد اليوزر ده او افيد شركتي بلاش اليوزرز. حاجه كمان بسرعه كده عشان ما نطولش، الفيديو ستور للريلتي كاردز اللي هي بعض الستورز الكبيره بيدي لليوزرز الموجود عندي ده هي البطاقات اللي هي الكاردز. وانس انا اشتريت حاجه بتاخد مجموعه بوينتس، وكل حاجه ببدا اشتريها كل يوم ببدا اشتري باخد مجموعه بوينتس، والبوينتس دي بيبدا ان انا يتعمل عليها شويه اناليسيز عشان بعد كده يعني احاول ان انا
خليك تشتري اكتر وخليك وكل ما بتشتري بزود لك البوينتس. طب بعرف البوينتس دي اديتها لك في وقت ايه او ما اشتريت ايه، فابدا ازود لك عشان تيجي تشتري وهكذا. بعض الحاجات برضو الالكترونيك بيشنت ريكوردز اللي هي البيشنت نفسه لما يروح يعمل زيارة، سواء كان في مستشفى والمستشفى ليها فروع، سواء كان عنده في الانشورانس او عمل مثلا سي حاجة من ضمن الحاجات اللي تخص الأشعة، او ان هو عمل حاجة في المعامل. طيب ايه اللي دي بتدني هيفيدني في ايه في الحاجات دي كلها؟ هيفيدني لو انا البيشنت ده بيروح لاكتر من فرع، والادويه اللي ممكن بياخدها، وكمان ممكن تتنبأ ممكن ديسيز اللي هو ممكن المرض اللي هو ممكن يحصل له مستقبل. فانا اقول له لا خد بالك انت لازم تعمل حاجه فلانيه عشان نعمل علشان تقدر تتفادى هذه المشكله. دي مشكله كبيره وفيدني فيها الديب ليرنينج فعلا. فدي اعتقد حاجه عظيمه ان انا انبه انسان ان ممكن يحصل لك مرض من الامراض علشان كم الداتا المتخزنة عندك ما عملت عليها بريديكيت او عملت عليها ديسكريبشنز طلع ليه انت ممكن يحصل لك حاجة لو ما لحقتش انت تاخد ليها ميدسين او ادوية معينة. اعتقد دي كل السامبلز او معظم السامبلز اللي كانت موجودة في السلايد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.